السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا متابعي القناة الكرام. طبعا احنا عملنا درس عن عملية دمج مصفوفتين يكون الاثنين سورتينج او مرتبين. فالاثنين اذا كانوا مرتبين تعلمنا كيف ندمجهم. البعض يسأل انه اذا كانوا غير مرتبين، انا اريد ادمج مصفوفتين مثل هذه مختلفين بالحجم وغير مرتبين يعني بشكل تصاعدي او اي شيء كان. فكيف ادمجهم هنا؟ طبعا افضل طريقة انك تدمجهم، حتى اذا جاك سؤال مثل هذا السؤال وحده، يعني افضل طريقة انك تدمجهم انك اول مرة ترتبهم، حتى لو بعملية واحدة تعملها مثل ما احنا نعمل حاليا، تترتبهم اول مرة كل وحدة بأي طريقة ترتبهم، بالبابل سورت، بالسليكشن، بالميرج، بأي طريقة كان ترتبهم. المهم اول مرة حسب البيج كونوتيشن اللي يقلك عليها، او ممكن اذا ما قلك شيء ممكن الابسط طريقة ترتبهم بالبابل سورت مثل ما احنا نعمل هسه حاليا. فاول مرة ترتبهم وبعدين تدمجهم. هون احنا نعملها بمثال واحد ان شاء الله حاليا. ايضا الدمج شرحته، ولكن راح ادمجها اليوم بطريقة اسهل ان شاء الله. ففقط ركز معي، اول مره راح نبرمج. هنا شوف بالتيست عندنا هذول الاثنين، اريد ادمجهم. ادمجهم بشكل مرتب يكون. فكيف اول مره ارتبهم؟ فاول مره اعمل ميثود، فاقول اول مره ريفات ستاتيك فويد، اعمل اول وحده للسورت، فاي سورت. السورت اشتريت تريد مصفوفه وحده فقط ادخلها بيها وارتبها وانتهى الامر. فاقول له مثلا اي او انتجر اي مصفوفة، فقط المدخلات مصفوفة راح ادخلها ويرجع ويقوم بترتيبها فقط. كيف ارتبها بالبابل سورت؟ شرحتوها طبعا، لكن راح اعملها ان شاء الله بابسط طريقة. هنا البابل سورت اول مرة عندنا، شوف فقط الامر بسيط جدا. اول مرة نعمل بوليان، اعمل هنا اسميها ستوب، مكان للتوقف فقط، اعمله فولس، اول ما تبدي فولس. بعدين اعمل دو هنا. طبعا اكو عدة طرق، انا شرحتها باكثر من طريقة، ممكن تراجعها بنفس الكورس هذا، لكن هنا باي ابسط طريقة اذا شرحتوها. هنا قولوا دو وايل فور انتجر مثلا اي، تبدي من الصفر، الاي اقل من الاي اللي هي الري دوت لينث، اقل من طول، ما دام قلنا اقل فاذا ما يحتاج نقول ناقص واحد، لان طول الاري كما قلنا تبدي من الصفر، فاذا قلنا له اقل فاذا الى طول الاري هنا. بعدين نقول له اي زائد زائد حتى يعمل لوب على الاري كله. هنا اذا قلنا له بهذه الطريقه الاي اقل من اي دوت لينث طوله فقط، هنا راح يجي الى نهايه المصفوفه الى هنا. لكن احنا نريد نقارن الاول باللي بعده، يعني نقول له اي زائد واحد، واضحه الفكره؟ فاذا احنا من نريد اول وحده الاي لوين الى هنا فقط، ما نريد الاخير، يعني حتى بعدين نصل اخر شيء اللي هاي نقول زائد اللي بعده. اذا وصلنا لي هنا للاخير الاي الاندكس ماله لي هنا، ما حنطي نقول زائد اللي بعده. واضحه الفكره؟ اتمنى الفكره واضحه. فهنا ايش يقول له؟ قولوا ناقص واحد حتى يصل قبل الاخير حتى نزيد. فهنا الامر بسيط حاليا، فنقول له اف اي الاراي يعني اوف اي، اذا كانت الاراي اوف اي اللي اول وحده اول عنصر راح يكون، اذا كان اكبر من الاي اوف اي زائد واحد يعني من اللي بعده، ايش راح تعمل؟ احنا قلنا نعمل لوب، يعني اذا كان هذا اكبر من اللي بعده سوابينج، بدلهم، عمليه سوابينج المفروض تعوفه، حط هذا مكان هذا. كيف؟ الامر جدا بسيط. طبعا لا تجي تقول لي انه راح اقول مثلا اي اوف مثل ما البعض يعملها، بعدين يقول لك اي اكو يعملها بهذه الطريقه ويتصور انه فعلا بدلهم. اخي فقط ركز وانتبه انه انت هنا اولا اي اوف اي خليت له قيمه اي اوف اي زائد واحد، صح بدلت، لكن جيت اي اوف اي زائد واحد ايش خليت له؟ اي اوف اي اللي هي اي اوف اي اشني اللي هي صارت هذه، واضحه الفكره؟ فما راح يصير اي شيء، انت ما بدلت هنا، انت خليت اثنين اي اوف اي زائد واحد بهذه الطريقه، يعني اي اوف اي اللي ما خليته هنا هي كان صارت هذا. فاذا الامر ما بهذه الطريقه، الامر تعمل مكان تمبرري بالذاكره مكان اخر تضع بينه القيم. فتقول له هنا نقول له انتجر سميه تمبرري مثلا، اخلي بيها الاي اوف اي اول وحده يعني، بعدين الاي اوف اي نفسه خلي مكان اي اوف اي زائد واحد، اي اوف اي زائد واحد. فهذه صارت حاليا التمبرري بيها الاي اول وحده، الاي خليت مكان هذه، فاذا الاخرى الاي زائد واحد خلي بيها التمبرري اللي هي الاي. واضحه الفكره؟ حاليا تبدلوا، حاليا التمبرري بها الاي اول قيمه، يعني مثلا هنا قد نجحنا خليت هذه بالتمبرري، بعدين قلت له الاي اوف اي تساوي اي اوف اي زائد واحد، فاذا خليت هذه اي اوف اي هاي زائد واحد اللي بعده خليتها مكانها وهاي بالتمبرري.
بعدين ايش قلت له هنا؟ اي اوف اي زائد 1 يساوي temporary، فهاي الاخرى صارت للثمانيه اللي صارت بالtemporary وتبدلوا حاليا. فبهذه الطريقه انت بدلت. فهنا حاليا انتهى الامر، لكن هنا من بدلت ايش تقول له؟ من اكو تبديل ايش تقول له؟ ستوب ايش تساوي؟ تساوي ترو حاليا. واضحه الفكره؟ ما دام بدلته فاذا ترو راح تساوي. فراح يجي حاليا يعمل لوب عليهم. اول ما يجي ستوب هي فولس، بعدين يجي اي من صفر الى النهايه الى قبل الاخير يعني. فتجي اول مره الاي هي واحد صفر اكبر من اللي بعده، اذا اكبر بدلهم وخلي هاي ترو. هذه ما دام ترو راح يستمر الوايل هنا، يعني قلت له ترو، وانت طبعا ممكن الغي الاي اصلا فقط اقول له بهاي الطريقه، يعني معناته ترو. فراح يستمر هذا، يظل يجي مره اخرى يعمل لوب. واضحه الفكره؟ اول مره ينتهي اللوب الاول يعني هذا من الاي من الصفر الى النهايه الى قبل النهايه، يقارنهم كلتهم بالاخير يقارن هذه. خلص بعدين يجي لوب الاخ بعد اكو، لان هذه ترو صارت، ما دام اكو وحده تحولت تبدلت فاذا صارت ترو هذه. فقط تكون اوضح مثلا نسميها سواب. سوابد مثلا. ايش ما تريد تسميه. حتى نعملها ترو فقط، حتى نعملها فولس اول ما تبدي. المهم قد الفكره قد تفهمها يعني. سوابد هنا تم. فحاليا هذه راح تبقى فوق. هنا الشرط شنو الوايل؟ الشرط انه هي ترو. فهنا فولس هي. اول ما تبدي فولس، لكن من اي واحد اكو اكبر من اللي بعده راح تصير ترو، فاذا يستمر. لما ماكو ولا شرط ما يتحقق ابدا، هذا الشرط نهائيا ما تحقق، راح تقف العمليه. حاليا كملنا السورت، نجي بعدين على الميرج، نعمل ميرج. طبعا السورت كيف هسه اذا شرحنا له هنا بهذه الطريقه، جينا على هاي القيمه مثلا عملنا السورت، راح نبدل اللي بعده، نجي على اكبر من اللي بعده هنا كما قلنا. الاي اول شيء يجي عليه الاي صفر، راح يبدي هنا الاي صفر، بعدين يجي على البعده وهكذا. فهنا اول مره صفر، اكبر من الاي زائد واحد هاي الاندكس. نشوف هنا اكبر، الواحد اكبر، فاذا يبدلهم، يخليه هنا ويبدلهم، كما قلنا شلون نبدلهم؟ تمبوراري ونبدلهم. بدلناه، بعدين جينا بعدين اللوب الاخر. هذا استمرت، هاي ترولي ان فاستمرت. هنا بعد عندنا صفر، بعدين يجي الواحد. الواحد اكبر من اللي بعده الاثنين. نجي نشوف هنا. الواحد اللي هو هذا، الاندكس ماله واحد يعني صفر واحد. اكبر من اللي بعده؟ لا ما بالعكس هو اصغر، فاذا ما نبدل اي شيء. نجي بعدين، هاي صارت ثلاثة. اكبر من اللي بعده؟ يجي صفر واحد. اثنين عفوا صارت. اكبر من اللي بعده؟ نعم اكبر، فاذا نبدلهم. بدلناه. ما دام بدلنا شيء فاذا هاي صارت ترو، فاذا اللوب يمشي، فاذا نجي مرة أخرى. على البعدة هنا. تجي مرة اللق، نجي من البداية نعيدها يعني. الآي صفر أكبر من اللي بعده؟ لا، هذا أكبر، هذا أكبر، لا، فإذا ما راح يجي اللوب، ما راح نجي على ترو، هنا، ما راح ندخل بالإف، ماكو شيء أكبر، فإذا مرتبين يعني، فإذا توقفت العملية كلها. واضحة الفكرة؟ هنا توقفت. نجي هنا نفس الشيء أيضاً. أكبر من اللي بعده؟ لا، فإذا نتركه، نجي على هذا، أكبر من اللي بعده؟ نعم، فإذا نبدله. بعدين هو أكبر من اللي بعده؟ نعم، فإذا نبدلهم أيضاً. يصيروا مرتبين، بهذه الطريقة، هاي البابل سورت. أبسط وحدة طبعاً البابل سورت. نجي هذا أكبر من اللي بعده؟ نعم أكبر، فإذا نبدلهم أيضاً. ما دام بدلنا، اللوب ما خلص الوايل الدو اللي تابع للدو يعني. لأن هاي صارت ترو، فإذا نجي مرة أخرى. نعيده نتأكد أكبر من اللي بعده؟ نعم أكبر، فنبدله. أكبر من اللي بعده؟ لا، فنتركه. أكبر من اللي بعده؟ نعم، فإذا نبدله. أكبر من اللي بعده؟ لا، فإذا نتركه. لكن ما دام بدلنا واحد فإذا هي صارت ترو. طبعا هون ما نجي على الأخير شيء، لأن كما قلنا اللوب إلى ناقص واحد، فإذا إلى قبل الأخير نتوقف. فهنا ظلت ترو، هاي نجي مرة أخرى. طول ما هذه ترو نجي مرة أخرى. هذا أكبر من اللي بعده؟ لا، هذا أكبر من اللي بعده؟ نعم، فإذا نبدلهم. أكبر من اللي بعده؟ لا، هذا أكبر من اللي بعده؟ لا، فإذا انتهى حاليا. نجي لوب آخر أيضا، لأن يعني بدلنا وحدي فإذا لوب آخر. نجي لوب الآخر، هذا أكبر من اللي بعده؟ لا، هذا أكبر؟ لا، هذا أكبر؟ لا، هذا أكبر؟ لا، فإذا ما ظل، فإذا يتوقف اللوب. هذه ما راح تصير ترو ابدا، راح تظل فولس، يعني هنا فولس اول ما تبدي. فاذا يتوقف العمليه، ترتبوا اثنين. حاليا ترتبوا اثنين، حاليا نجي نعمل الميرج بقى. شوف نجي على الميرج، كيف نعمل الميرج؟ نعمل
أيضا بريفات، وأنا ما أريد أرجع شيء، سميها مرج. هنا إيش تأخذ؟ هنا تأخذ مصفوفتين اثنين حتى ندخلهم، حتى ندمجهم اثنين يكونوا مرتبين. فنقول له انتجر، فقط ركز معي، الري الأولى أي يعني هنا انتجر بي فقط، ما نحتاج أي شيء. فشو هنعمل؟ قلنا نريد نكون مرتبين، وراح ندخلهم احنا ما مرتبين، المفروض المستخدم احنا ما له علاقة يدخلهم ما مرتبين. فإذا ايش نعمل؟ احنا نرتبهم. نقول له sort، هنا sort نفس اللي عملناه حاليا، فنقول له sort للأي، عمل sort رتبه، وعمل sort للبي أيضا. فحاليا كانوا مرتبين، واضحة الفكرة؟ حاليا احنا ما لنا علاقة بهذه، المستخدم يجي يستخدم الميثود مالنا ما له علاقة بهذه العملية. له علاقة فقط بالمرج، لأن رتبنا داخله وانتهى الأمر. فنجي حاليا نبدأ العمل. بعد ما رتبناهم، فأول مرة نقول الإندكس. الإندكس نبدأ بالإندكس مال أي، نعمل انتجر الكل. نقول له إندكس أي مال أول وحدة يعني، راح يساوي صفر. أول إندكس مال ما يبدأ بالصفر، نصفرهم الكلتم. أيضا الإندكس بي مال المصفوفة الثانية، أيضا صفر. أيضا الإندكس بس سي، احنا نعمل ثالثة، يعني احنا ندمجهم اثنين ونضعهم ثالثة، نضعهم مصفوفة أخرى لازم، فإذا أيضا يساوي صفر بهذه الطريقة. بعدين نعمل مصفوفة أخرى أيضا، انتجر اللي هي سي نسميها مصفوفة، الطول مالها ايش قد؟ يساوي نيو سي، عفوا نيو انتجر، الطول مالها الأولى زائد الثانية، فنقول له أي دوت لينث زائدا بي دوت لينث، لأن ندمجهم اثنين بي كما قلنا. طيب اشنو؟ لازم الاندكس مال اي لازم يبقى اقل من الاي دوت لينث، اقل من طول المصفوفة اي. وايضا اند اندكس مال بي ايضا اقل من المصفوفة بي، طول المصفوفة بي. اذا جينا هنا الاندكس ماله لازم يكون اكيد اقل من طوله، يعني من الصفر يبدي. فانتهى الامر هنا، حتى نبقى نمشي بهذه الطريقة. اش راح نعمل حاليا؟ نريد ندمجهم لكن بشكل مرتب. من نقول بشكل مرتب ايش معناته؟ يعني نجي نقارن اذا مرتبين راح يكونون، يعني رتبناها اثنين، فاول وحده هتكون اكبر وحده اكيد، يعني اول وحده هتكون اقل وحده من هنا، وهنا ايضا اول وحده هتكون اقل وحده. فنقارن اول وحده مع اول وحده من هنا، الاصغر نضعها مصفوفه ثالثه، شرحتوها طبعا بالمرج، راجع المرج ايضا وحشرحها مره اخرى. فنجي هنا نقول له اف، نعم الشرط، نقول له اف، طبعا هنا ركز انه منها فقط التوقف الى نهايه طول المصفوفه، يعني مثلا اذا هاي المصفوفه اكبر مثلا، واضح؟ هنا وصلنا للنهاية، راح يتوقف قبل العمل، فإذا راح يبقى عناصر زايدة هنا، واضح؟ ركز معي باين، راح نجي بعدين عليها. فهنا المهم إنه نقول له إف، إذا كانت الأري الأولى، الإندكس ماله طبعًا أي راح يكون، إذا كانت أكبر، إذا كانت إحنا نريد الأقل، الأقل بيناتهم نخليه من، نريد المصفوفة تبدي من الأقل، يعني تصاعد الترتيب ماله أيضًا الجديدة، فإذا كان أقل من البي أوف إندكس بي هنا. ام والاقل خلينه بالثالثة، واضحة الفكرة؟ كما قلنا هنقارن هنا الاقل خلينه مصفوفة اخرى. فنجي نقول طبعا ايش شرحته كله، فنقول له سي اوف اندكس سي مالته ايش يساوي؟ يساوي الاكبر، الاقل يساوي، فاذا الاي، واضح؟ اذا كانت الاي اقل فاذا اي، اي اوف اندكس اي. بهذه الحالة ايش تعمل؟ زيدوا الاندكس اي، هنا راح نجي على بعده بقى، زائد زائد لازم تعمله، واضح؟ يعني بعد ما اخذناه هنا اذا كان اكبر هذا راح نهمله بقى، نجي على بعده، فاذا نقول زائد زائد لبعده. وايضا السي البي السي لازم نزيده بكل الاحوال المصفوفه الاخرى، يعني وضعنا بها قيمه. هنا نقول له ايلس اذا كان بالعكس، يعني الاي البي هو الاكبر، فاذا السي تساوي البي، المصفوفه السي اوف اندكس سي راح تساوي البي، البي اوف اندكس بي طبعا. وبهذه الحالة راح ازيد البي، لازم اندكس مال بي راح ازيده. وبكل الاحوال بعد ما نخلص الاف، سواء هذه اكبر او هذه اكبر، بكل الاحوال السي بالاخير الاندكس مال راح يزيد. السبب، السبب انه سواء انه الاي اكبر او البي اكبر، بكل الاحوال احنا هنخلي القيمة بالسي، فاذا السي راح تزيد على بعده. لما نقول نزيد ايش معناته؟ يعني نترك الاول نجي على بعده، واضحة الفكرة؟ حاليا انتهى، حاليا بهذه الطريقة كملنا، لكن كما قلنا إذا مثلا هاي أصغر، فإذا راح توقف، الشرط ناش قلنا شرط التوقف،
انه لازم يكون الاندكس مال اي اقل من طول المصفوفه اي، والاندكس مال بي اقل من البي. فهنا حاليا لما وصلنا هاي المصفوفه اصغر اقل حجمه طولها هتوقف هنا، هيصير الاندكس اكبر ويتوقف يعني اقل. فهنا من توقفت حيبقوا العناصر ما هنقارنهم. فاذا نجي بعدين بعد ما خلصنا هنا، خلصنا كل هاي الوايل هنا كملناها، نجي نعمل وايل اثنين اخرى. قول وايل اذا كان الاندكس اوف اي، انتبه ركز معي، اذا كان الاندكس اوف اي اقل من طول المصفوفه الراي الاي دوت لينث، اذا اقل منه، فاذا اقل منه ايش معناته؟ معناته انه اكو بعد، يعني مثلا انه هاي شوف اقل منه اكو عناصر كنظلت بعد، الاندكس ما وصل للنهايه، واضح؟ فاذا ايش تعمل؟ هذول اللي كنظلوا بالاخير اكيد هي اكبر شيء، يعني كنظلوا اخر شيء، فاذا الاكبر هي، فاذا نضيفه مباشره على السي. نقول له السي اللي هي المصفوفه الاخيره اندكس سي يساوي الاراي اوف اندكس اي الاولى، يعني اندكس اي. واضحه الفكره؟ ورجع زيده زيد من اثنين، يعني الاندكس الاي حسب ايش قد ماكو خليه يضيف بعد حتى، والاندكس البي الاندكس السي ينضفناه. واضح؟ ايضا وايل اخرى لكن للخ، مصفوفة اللخ اذا كانت ظل بيها قيمة يجوز القيمة ظلت مصفوفة اللخ، يعني يجوز اللخ اكبر، احنا ما نعرف المستخدم ايش راح يدخل. فاذا اذا كانت ايضا البي هنا اكبر من المصفوفة طول ما المصفوفة بي، فاذا السي عمل خلي بيها البي، فهون زيد البي ايضا، واضح؟ زيد السي، انتهى الامر. حاليا حيترتبون العناصر بشكل كامل وماكو اي مشكله، لكن كيف بالاخير نرجعهم بعد ما ترتبوا وخلصوا؟ فاذا نرجعهم نريد احنا رجع القيمه كلها بالثالثه حاليا بالذاكره فقط، كنت تغيرت اصبح اكو مصفوفه ثالثه بين العناصر مرتبه، كيف نرجع؟ المصفوفه الثالثه شو اسمها؟ سي. فاذا شو نقول؟ نعمل لوب عليها، الامر واضح جدا كل شيء معنا منه، يعني انتجر اي تبدي من الصفر، اي اقل من السي دوت لينث اقل من السي، اي زائد زائد عادي، نعمل لوب على المصفوفة الأخيرة اللي عملناها، ونقول له بعدين print print ماذا؟ الـ array الـ c of index c، وانتهى الأمر، راح يرجع لنا إياه كله. حاليا فقط ننفذ المثال، شوف عملنا هذه وعملنا هنا، أعتقد الأمر جدا واضح. حاليا جينا هنا هذه المصفوفتين عندنا، ما لنا علاقة بالسورت حاليا، احنا فقط علاقتنا بالمرج، يعني السورت استديناها هنا ورتبناها اثنين اللي دخلناها. راح نجي دخلنا مصفوفتين شوفونا غير مرتبين هذول اثنين مختلفين، فراح نجي فقط نقول له مرج. اول مره نعمل انستانس من هذا الكلاس اللي هو مرج، بهذه الطريقه. بعدين نقول له ام دوت ناخذ العمليه مالتها اللي هي مرج، هاي بابليك يعني هنستعملها خارج، نقول له public لازم. فهنا نقول له m.merge ندخل بيها المصفوفة الأولى والمصفوفة الثانية فقط، انتهى الأمر. هو حيرتبهم وحيرجع ليهم أيضا المصفوفة واحدة مرتبين. شوف احنا ايش حيرجع لنا هنا؟ احنا ما لنا علاقة بالترتيب، حيرتبهم هنا، لكن احنا فقط قلنا رجع لنا بهذه العملية، رجع لنا العمل، رجع لنا فقط ما السي مرتب يعني. فشوف إذا نفذنا حاليا، عفوا هنا طبعا C of I، نرجع هنا C of I، فقط أخطأت عفوا. فهنا المهم نرجع مرة أخرى، شوف 0 0 1 1 يعني مكررين مرتين هنا، شوف الصفر هنا وهنا موجودي، الواحد مكرر هنا أيضا وهنا أيضا. فإذا بالترتيب عملهم 2 2 2 أيضا مكررة، شوف هنا 2 هنا 2، بعدين 3 4 5، الخمسة مكررة أيضا، شوف هنا 5 هنا 5، بعدين 6 7 8 وآخر شيء 13. شوف دمجهم اثنين مرتبين أيضا، واضح؟ نقلنا له فقط نريده مرتبي، ترجع المصفوفة مرتبي، انتهى الأمر بهذه الطريقة. أتمنى الفكرة واضحة يعني. هنا هنا فقط تريد أيضا مرة أخرى كيف عملنا المرج، شوفوا أنا هشرح لك إياه أيضا بعد ما رتبناهم هنا. أش هو نعمل المرج؟ شوفوا ركز معي، جينا على المرج رتبناهم أول مرة، فإذا ترتبوا حاليا هنا مرتبين، أول مرة ما كانوا مرتبين، رتبناهم بالسورت بعدين ترتبوا. فإذا جينا هنا ترك هذول ترتبوا حاليا، جينا عند الإندكس مالتهم صفر وسي وقيمتهم اثنين مجموعة، نجي الوايل لما يصير الاخير افتهمناها هذه، قلنا اف ان الاي الاولى يعني المصفوفه الاولى اوف اندكس اي الاندكس مالها صفر اول مره يعني، اذا كانت اقل من الثانيه والاندكس مالها ايضا صفر بدايته، الاقل خليها بالسي وزيد الاي. ف
فإذا نشأ من هنا نجي على هاي، من الأقل هاي الصفر وهاي الصفر الاندكس مالهم، الأقل هذه الأقل، فإذا نخلي هاي بالسي هنا وزيد الاندكس مال الأقل اللي حولته زيد الاندكس ماله، واضحة الفكرة؟ يعني هنا شوف هنا الأقل منه، أي ما هي الأقل حوله وزيد الاندكس ماله، فالأقل هنا إلس أن إف وإلس إن، فهنا الأقل زيد إذا كانت الأي أقل حولها بالسي وزيد الاندكس ماله، وإذا كانت هذه أقل حولها بالسي وزيد الاندكس ماله، وبالأخير بكل الأحوال زيد السي الاندكس ماله أيضا، يعني بكل الأحوال راح نجي بعد خلصنا احنا، فشوف زيد الاندكس مالته وهاي زيد الاندكس مالته وديناه هنا، واضحة الفكرة؟ نجي بعدين المرحلة الأخرى أيضا، هاي نفس بقت ما غيرناه هنا، شوفونا أيضا إذا جينا ما غيرنا شيء هنا. فقط زيدنا الاي، اذا هنا فقط البي كانت اكبر، فاذا زيدنا البي فقط، واضح؟ فالاي بقت واحد الاولى، بقى الصفر يعني، فاذا نقارنها مره اخرى، نرجع يعني الوايل ما خلص اللوب، الاندكس اي ما وصلت النهايه، فاذا نجي مره اخرى، هذه الاي اكبر من هذه، يعني خلصناها عبرناها زيدناها واحد، فنجي هنا من الاكبر؟ قلنا العمليه ايش تقول؟ الاصغر تريد، فالاي هنا الاي اصغر من هذه؟ الجواب لا ما اصغر، فاذا ناخذ منه ناخذ البي ايضا، لان ما اصغر متساويين، فناخذ مال البي ايضا نزيد هذه وايضا نزيد البي، بعدين نجي لها هي ظلت واحد هنا يعني ما غيرناها، اصغر من الثلاثه؟ نعم اصغر، فاذا ناخذ هذا حاليا راح تكون ايضا واحد، هاي تكرر واحد مره اخرى، نحولها هنا هذه، وهاي طبعا نحولها هنا، بعدين يجي هذه أصغر من ثلاثة أيضا؟ نعم أصغر، فإذا نأخذها ونحول هذه هنا، هاي ما نلعب بيها، نحول هذه أيضا زيدة، بعدين هذه أصغر من ثلاثة؟ لا الثلاثة هي الأصغر، فإذا نحول ثلاثة ونحول هاي هنا، هاي أصغر؟ لا هذا أصغر، فإذا ناخذ الاي هنا، ونبدل الاي هنا، شوفونا حاليا شني خلصنا الاندكس، الشرط خلص الاندكس مالته، هنا البي اقل من الاندكس؟ لا، هنا خلص هذا وما ظل مجال بعد، فاذا توقفت العملية هذا، ظل هنا العشرة والاثناش ما قررناها، فايش نعمل هنا؟ نجي بالاخير بعد ما خلصنا كما قلنا الوايل هنا، اي وحدة منكم بقى بيها شيء، اذا الاي كم بقى بيها، اذا كان اقل منه فاذا كم بقى بيها. إذا كان بي أقل منكم بقى بيها، شوفونا الأي الإندكس ماله أقل منه، شوفونا الإندكس ماله أقل من طول المصفوفة كلها، فإذا كم بقوا اثنين، فإذا إيش تعمل لهم؟ أي شيء كم بقى تحوله بالسي، زائد زائد، فإذا راح نحول هذه أول مرة اللي كم بقت بالسي، ونزيد هذا ماله، بعدين نحول هاي الأخرى أيضاً بالسي، ليش؟ لأن هذول أكيد أكبر شيء، ما دام كم بقوا فإذا هي أكبر شيء. وانتهى حاليا الاندكس خلص، الشرط ايضا خلص هنا، انتهى حاليا شوف صعدنا مصفوف ومرتب. 0 1 1 2 3 5 10 12 انتهى الامر، طبعا راح تجي تحول. بعدين بالاخير قلنا له صارت هاي بالذاكره موجوده، فايش نعمل هنا بالاخير؟ قلنا له رجعنا هاي بالذاكره اللي بالسي رجعنا اياها كلها رجعنا اياها. اتمنى الامر يكون واضح، طبعا عيد هذا اكثر من مره، من قليل تجي الشروحات هذا التفصيل عن هذا الامر يعني. الشرح هو ما لازم يكون بهذه الطريقة يعني، ما ممكن اشرحه بهذه الطريقة يعني، لازم يكون مطول. اتمنى فقط تعيده اكثر من مرة وتركز معاي بكل مرة تحاول تطبقه انت. فهذا ايضا جدا مهم انه مصفوفتين غير مرتبتين، انت عملية دالة واحدة هنا اللي هي هذه رتبتم، وايضا بنفس الوقت عملت لهم مرج بشكل مرتب. اتمنى الامر يكون واضح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.